السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم سالت أجواء حارة في عموم المناطق، أيضا كانت الأجواء غير مستقرة في المنطقة الجنوبية الغربية تحديدا المرتفعات الجبلية، حيث تكاثرت الغيوم الركامية الرعدية بشكل عشوائي وهطلت زخات رعدية من الأمطار. هذه الأجواء يتوقع أن تستمر خلال الأيام القادمة. سوق مصطنعي الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار لكميات من الغيوم العالية بدون فعالية في عموم المنطقة الجنوبية، أيضا انتشر كميات قليلة من الغيوم العالية أيضا بدون فعالية في المنطقة الشمالية، فيما ساد الطقس صافي في باقي المناطق. التوقعات الجوية للأمطار نستعرضها بالخرائط من يوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع. يوم الثلاثاء تسود أجواء غير مستقرة في المنطقة الجنوبية الغربية، زخات رعدية من الأمطار تشمل مرتفعات جازان، مرتفعات عسير، الباحة، وتمتد حتى مرتفعات الطائف وربما حتى مكة المكرمة. هذه الأجواء يتوقع أن تتكرر بشكل يومي خلال الأسبوع الحالي وحتى نهاية الأسبوع، فيما يكون الطقس مستقر بشكل عام في المنطقة الشمالية، المنطقة الشمالية الشرقية والشرقية ومنطقة الربع الخالي. ننتقل الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لفترة السحور، حيث يكون الطقس غالبا صافي، 25 درجة مئوية الملموسة 25، الرطوبة منخفضة والرياح تكون خفيفة السرعة، وبالتالي السحور في الخارج سيكون ممتاز. بالنسبة للتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة، يوم الأربعاء 37 درجة مئوية كحرارة العظمى، أما الصغرى 25، يوم الخميس 38 إلى 27، ويوم الجمعة ارتفاع كبير على درجات الحرارة 41 إلى 28 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن. إلى اللقاء.